نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من الوكالة نيوز. ينطلق المؤتمر الاقتصادي في قارة إفريقيا في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ينظم المؤتمر في نسخته 14 كل من بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة إفريقيا بنفس المنظمة أيضا. قالت وزارة التموين المصرية الجمعة إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، تستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي، مضيفة أنها شهدت صوامع تخزين حديثة. كانت مصر قد وقعت اتفاقا في يوليو مع صندوق أوبك للتنمية الدولية لبناء صومعتي قمح في بورسعيد، ووقتها قال وزير التموين علي المصيلحي أنهما ستزيدان طاقة تخزين القمح المستورد نحو 15%. وعلى الصعيد الفني، تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية، تم نقله إلى طوارئ مستشفى دار الحكمة ومنها إلى العناية المركزة بمستشفى خاص، وما زال الأطباء يفحصون حالته الصحية لوضع التقرير النهائي واكتشاف سبب الأزمة. شيع منذ قليل جثمان السيدة سلوى الرافعي زوجة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من مسجد النور بالعباسية، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، ويتوجه حاليا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وأسرته إلى مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن. على الصعيد الرياضي، استقر السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة النجم الساحلي الليلة ببطولة إفريقيا. يضم التشكيل المتوقع للأهلي كلا من محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي، وليد سليمان، رمضان صبحي وجونيور أجاي. ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في 9 PM اليوم بتوقيت القاهرة، 8 PM بتوقيت تونس باستاد رادس. يرى عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك السابق أن تراجع منتخب مصر في التصنيف العالمي للفيفا مركزين أمر طبيعي جدا، خاصة بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرضه ووسط جمهوره، والخروج من دور 16 كأس الأمم أمام جنوب إفريقيا. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية خلال 72 ساعة المقبلة، وأوضحت أن الطقس دافئ على أغلب كافة الأنحاء نهاراً بارداً ليلاً، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام. قدمنا لكم نشرة الأخبار، شكراً لحسن متابعتكم.